اليوم تم افتتاح المجر الشجاوي، يعتبر هذا الفرع الثالث على مستوى النادي. هذا الفرع افتتحناه لتلبية احتياجات المشجع الشرجاوي، يلبي جميع احتياجاته وجميع المنتجات النادي تواجد عندنا هنا في الفرع. يعتبر هذا المجر الشجاوي من المتاجر القليلة في مراكز التسوق على مستوى الإمارات، وهذا جزء من استثمارات النادي اللي نطمح ان نزيدها في المستقبل القريب ان شاء الله، وان شاء الله بيكون في استثمارات جديده على مستوى الاماره في اماره الشارقه لنادي الشارقه الرياضي. ندعو جميع المشجعين لزياره المتجر في الزاهيه مول، وان شاء الله بتكون في عندنا خصومات 25% في المتجر بمناسبه افتتاح المتجر لمده 3 ايام الى يوم الاحد ان شاء الله.